بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس ابتدائي، ازيكم يا ابنائي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ هناخد النهاردة ان شاء الله درس رقم 8، بنتكلم عن رسومات باستخدام المستويات الاحداثية. هنحدد على الشبكة البيانية النقط ونكون اشكال هندسية زي المربع، المستطيل، المعين. وناخد بالنا عندنا ملاحظات مهمة جدا بالنسبة للمربع. مربع اضلاعه الاربعة متساوية في الطول وزوايا الاربع قوائم. القطران بيكونوا متعامدين ومتساويين في الطول وبينصفوا زوايا الرأس. تعالوا الأول كده نشوف النقط اللي عندنا، هنحددها على الشبكة البيانية، وبعد ما نحدد النقط على الشبكة البيانية هنوصلها ببعضها ونشوف الشكل الناتج هيتكون ايه. معنا تمرين، عندي نقطة A بوينت A B C D، عايز أحدد كل نقطة على الشبكة البيانية وأوصل النقاط ببعضها. طب النقطة الأولى إحداثيها 5.1 اللي هي الـ A، هاجي هنا على المستوى الإحداثي المتعامد الشبكة البيانية، عايز أحدد الـ A 5.1، أقف عند الخمسة وأطلع للواحد كده A. نقطة B 3.3، هاجي عند التلاتة هنا على الأفقي وأطلع التلاتة عند الرأسي. النقطة اللي عندي C 5.5، أجي عند الخمسة وأجي عند الخمسة هنا، أطلع 5 وحدات وأقف كده الـ C. تمام كده مفهوم؟ ها الـ D 7.3، أجي عند السبعة وأطلع للتلاتة. بعدين اوصل A B C D كده، كونت مربع. طب عرفت ان هو مربع ليه؟ لان هنا يا ولاد كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول وعندي الزوايا قوائم. كذلك القطران بيكونوا متعامدان، يعني A C ده قطر والبي ده قطر، القطرين بيكونوا متعامدين ومتساويين في الطول. تمام، يبقى الاضلاع الاربعه المتجاوره كلها متساويه في الطول، يعني مربع هو متوازي اضلاع احدى زواياه قائمه وفيه كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول، القطران متعامدان. خد بالك في علامات عندنا يا ولاد، اللي هي علامة التوازي وعلامة التعامد. العلامة دي اسمها علامة التوازي والعلامة دي اسمها علامة التعامد. علامة يوازي وعلامة ايه؟ التعامد. دي معناها المستقيمين بيكونوا متوازيين، والعلامة دي معناها المستقيمين بيكونوا متعامدين. تمام؟ لاحظ الخواص اللي عندنا، ان ايه البي بتوازي سي دي. بص معايا كده على الرسمة، رسمة على الشمال عندنا اهو، وضح عليها الـ AB AB line segment AB parallel to CD. الـ AB بتوازي الـ CD، كذلك الـ CB بتوازي الـ DA، في توازي. يبقى أنا عملت هنا علامة توازي، دي اسمها يوازي. شايفينها يا ولاد؟ العلامة اسمها علامة عمودي على الـ AB، عمودي على BC. AB عمودي على BC بنسميها برضو علامة التعامد، اللي هي العلامة دي اسمها علامة التعامد. AB عمودي على BC، كذلك الـ BC عمودي على CD. يعني الأضلاع المتجاورة بتكون متعامدة. يبقى طالما الأضلاع المتقابلة متوازية والأضلاع المتجاورة متعامدة، ونلاحظ إن الأضلاع المتجاورة متساوية في الطول، دي خواص مين؟ مربع. يعني الشكل اللي ناتج عندنا ده اسمه مربع. معين ولا مربع؟ لا مربع. إيه الفرق بقى بين المعين والمربع؟ المعين أضلاعه متساوية في الطول وزواياه غير قوائم، يعني بنلاحظ ان الاضلاع كلها متساويه والزوايا غير قوائم، لكن هنا الزوايا قوائم. يعني الزاويه قياسها 90 درجه، زاويه دي في تعامد يا ولاد بين الاي دي والسي دي، في تعامد هنا، عمودي على اي دي عمودي على سي دي، والسي بي عمودي على بي اي، في تعامد، كل ضلعين متجاورين متعامدين، الاضلاع المتجاوره متعامده. يبقى طالما الاضلاع الاربعه متساويه والزوايا المتجاوره متعامد قياسها 90 درجة، كل زاوية بتجاور التانية 90 درجة، أو الزوايا كلها قوائم يعني، أو ممكن نقول الأضلاع المتجاورة متعامدة، يبقى إحنا عندنا دي إيه؟ دي خاصية المربع. يبقى المربع ما أجي أتكلم عنه بقول إن الأضلاع الأربعة متساوية في الطول وزوايا الأربع قوائم. أقول إن هو متوازي أضلاع في كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول وإحدى زواياه قائمة، ده التعريف بتاعه. طب إيه الجديد عندنا في الكتاب؟ إن الأضلاع المتقابلة متوازية دي عارفينها، كمان حاجة اسمها أضلاع متجاورة متعامدة، دي ملحوظة مهمة جدا. الأضلاع المتجاورة كل ضلعين متجاورين متعامدين. تمام؟ مفهومة؟ يعني إيه أضلاع متجاورة متعامدة؟ يعني الضلع اللي هو الـ AB ده اللي بيجاوره على طول اللي هو جنبيه اللي هو الـ BC ده بيبقى عمودي، أي ضلعين متجاورين متعامدين أهو. يبقى أنت عندك دي خاصية من خواص مين؟ المربع، مهمة جدا. إنما لو كانت الأضلاع المتجاورة متساوية في الطول والأضلاع المتجاورة غير متعامدة، يبقى ده على طول هيكون مين؟ هيكون معين. طب افرض الأضلاع المتجاورة متعامدة وعندك الأضلاع المتجاورة غير متساوية في الطول، ها ركز كده، لو كانت الأضلاع المتجاورة متعامدة والأضلاع المتجاورة غير متساوية في الطول هيبقى مستطيل.
تعالوا كده نشوف شكل تاني. الشكل اللي عندنا ده برضو تمرين محلول يا ولاد، هو جايب أزواج مرتبة وعايزك تعملها الزوج المرتب، النقطة A و B عايزك تطلعها من الشبكة البيانية. ال A طبعا كان احداثيها يا ولاد هنا 2 و3، وقفت عند الاتنين وطلعت عند ال A 3، يبقى ال A كان احداثيها 2 و3. كذلك ال B وقفنا عند الاتنين وطلعنا عند 7، يعني احداثيها بيكون 2 و7. تمام. هنا بيقول لي اكتب الزوجين المرتبين اللذان يمثلان A و B. خلاص احنا عارفين ان ال A احداثيه هنقول له 2 و3. خد بالك الزوج المرتب بيبقى اكس وواي، يعني باجي من الشمال لليمين هنا 2 و3، ونقطة بي احداثيها ايه؟ ها اجي عند الاتنين واطلع للسبعة، ال2 و7، يبقى انت كده جبت احداث نقطة A واحداث نقطة B اهم. طيب هنا بيقول لي في المسألة ارسم قطعة مستقيمة تصل بالنقطتين، هنوصل بالمسطرة، هنجيب المسطرة بتاعتنا ونوصل من ال A لل B اهم. تعال نوصل القطع المستقيمة بتاعتنا. تمام. رجع قال لي ايه؟ ضع النقطة الإحداثية C لتكوين مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين تكون فيه رأس القائمة عند A. عايزك تعمل مثلث قائم الزاوية ورأسه تبقى عند A، فلازم تعد وحدات من خواص المثلث القائم الزاوية اللي عندي. يقول لك متساوي الساقين كمان، قال لك عايز تعمل مثلث متساوي الساقين وفيه رأس مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين تكون الرأس. انت عايز تعمل ايه لحد ايه؟ لحد 6. تمام. هتعد كام وحدة؟ هنا من ال بي 1 2 3 4، 4 وحدات، يبقى هنا 1 2 3 4 فعلا. اجي لحد هنا، برافو عليك شاطر. يبقى انا عشان هو يا ولاد قال لي ان هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين عندي ايه، يبقى لازم اعد الوحدات بتاعتي زي ال اي بي بالظبط. فيبقى هنا نقطة سي الاوردر بتاعها الزوج الإحداثي بتاعها يبقى 6 و3، 6 و3، مفهوم؟ تعالوا نشوف تمارين الصفحة اللي بعدها، تمارين مهمة معانا اهو يا ولاد. تقول لي ارسم قطعة مستقيمة تصل بين الـ A والـ B. يلا نمثل كده مع بعض، نمسك المسطرة ونوصل النقط ببعضها ونحل. التمارين ديت موجودة على اليمين معانا اهي يا ولاد. تمام. ركز معايا هنا على ايه؟ على ان اليمين واحنا بنشرح، حاول تفهم المسألة كويس اللي قدامك، انا هقرأها وهوضح الحل بالتفصيل. تمام. تمام. تعالوا نشوف النقطة الأولانية اللي عندنا، بيقول لك وصل الـ A والـ B. تعالوا نوصل الـ A والـ B. هو بيقول لك وصل القطعة A و B. ده تمرين أضواء صفحة 161 يا ولاد، تابعوا معايا. اللي معاه الكتاب بيحل معايا، اللي معهوش بقى بيركز وبيرسم في كراسة الرسم البياني وبيحل فيه. قال لك صل بين النقطة A و B، بعد كده وقطعة مستقيمة تصل بين C و B، وصل بين C و B كمان كده اهو كده ال C و B، ثم صل النقطتين A و C. تعالى تاني وصل ال A و C. ما اسم المضلع الناتج؟ متساوي الساقين. تمام. نقول شاطر يا حبيبي، مثلث شطار يا ولاد، متساوي الساقين، مثلث ايه؟ رقم 2. صل النقطتين A و F و F و G. تعالوا نوصلهم A و F اهو، وبعدين F و G هنوصلهم ببعض كده، والنقطتين H و G نوصل H ب G اهو، وبعدين بال A بال H. ظهر عندنا ايه الشكل ده؟ اسمه يا ولاد مستطيل. المضلع الناتج مستطيل، والتاني مربع. الشكل W R M Z، W R M Z مربع. احسنت، بارك الله فيك. ده مربع يا ولاد، لان المربع اضلاعه الاربعه متساويه في الطول، وفي كل ضلعين متجاورين متعامدين بزوايا الاربع، وكل ضلعين متقابلين او زوايا الاربع قوائم. تمام. اما ده مستطيل زوايا الاربع قوائم، كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين، فيه ضلعان طويلان وضلعان قصيران. الضلعان الطويلان اللي هو الطول بيكونوا متساويين في الطول، وهنا الضلعين القصيران اللي هم العرض. اسم المضلع الناتج ده مربع. تمام كده خلصناها. تعال نشوف التمرين الثاني، حدد الازواج المرتبه على الشبكه البيانيه. نقرا مع بعض نقطه A 3 و2.
ال A 3 و 2 نيجي عند ال 3 ونطلع ال 2 كده، دي نقطة A. نقطة B 3 و 5 نيجي عند ال 3 هنا يا ولاد ونطلع لل 5، مركزين معايا؟ 3 ونطلع لل 5 نحط نقطة هنا ال B. ال C كانت 6 و 5 اجي عند ال 6 واطلع لل 5 6 اهي، وأقوم طالع لحد ال 5 كده كده C. نقطة D البوينت بتاعتي يا ولاد الأحداثي بتاعها 6 و 2 اهي، ونقوم موصلين الشكل بتاعنا اهو. الشكل الناتج ده هنلاحظ متوازي مستطيلات اللي هنعد الاضلاع بتاعنا، كل دول احنا 3 و 3 و 3، كل الاضلاع متساويه ومتعامده. ده مربع، مربع اسمه مضلع الناتج مربع. ليه؟ لان الاضلاع الاربعه متساويه في الطول وكل ضلعين متجاورين متعامدين. الزاويه قائمه، الزوايا الأربع والقوائم. الزوايا الأربع إيه؟ قوائم، يعني قياس كل واحدة فيها 90 درجة. الأضلاع الأربعة متساوية في الطول، نكتب كده الأضلاع الأربعة متساوية في الطول، تمام. هنا بقول لك إي بي بتوازي نقط، يعني الإي بي ده أهو الضلع اللي هو إي بي اللي إحنا شايفينه ده بيوازي مين؟ مين اللي قباله؟ إي بي هيبقى قباله مين؟ ها دي سي، ده اللي بيوازيه. الاي بي ده بيوازي مين؟ الدي سي. نقوم كاتبين القطعة المستقيمة دي سي. القطعة المستقيمة بي سي بتوازي مين؟ بي سي اهي، بي سي القطعة دي شايفينها من بي لسي كده اللي قبلها على طول اي دي. نقوم كاتبين هنا اي دي. بعد كده بي سي عمودي على، بي سي عمودي على مين؟ عمودي على سي دي. طب السي دي، سي دي عمود على مين؟ ها ركز معايا قول يا ابني يلا. ها سي دي عمود على مين؟ دي اي. تاني يا اولاد سي دي شايفينها عمودي على القاعدة اللي عندي اللي هي دي اي. نكتب هنا دي اي، نقوم كاتبينها دي اي. طب القطعة المستقيمة اي بي عمودي على اي بي ده اهو، عمودي على مين؟ الشاطر يقول يلا. ها اي بي ده عمودي على مين؟ سي بي. اه سي بي او بي سي، تمام. طب النقطتين A و B لهما نفس الاحداثي نقط اللي هما الاي. بص كده يا حبيبي الاي والبي، شايف الاي والبي دول لهم نفس الاحداثي مين؟ 3 اللي هو 3 احداثي السيني بتاع الاكس. الاحداثي ايه؟ اكس اكسس، اكس اكسس اللي هو الاي الاحداثي، احداثي اكس. اكتب الاحداثي اكس وخلاص ماشي. الاحداثي مين؟ اكس. فهمت؟ تاني كده يا اولاد النقطة A و B، بص كده ال A وال B اهم ليهم نفس الاحداثي اكس. الاولاني بيبقى اكس، ركزوا معايا يا اولاد، الاولاني بيكون اكس والتاني واي. فبيقول لي ال A وال B بيكونوا ليهم نفس الاحداثي مين؟ مين الرقم المتكرر عندهم اللي هو التلاتة اهو، ليهم نفس الاحداثي اكس اللي هو الاحداثي السيني يعني، تمام؟ مفهوم كده؟ طيب النقطتين B و C، ها B و C ليهم نفس الاحداثي ايه؟ البي والسي. ها الاحداثي مين اللي متكرر؟ 5 اللي هو الاحداثي ايه بقى؟ اسمه ايه؟ واي. واي، نقوم كاتبين هنا واي. مفهوم كده؟ السؤال اللي بعده، مثل النقط على الشبكه البيانيه. عندنا الشبكه البيانيه النقطه الاولانيه ايه؟ كان احداثيها 2 و4. يلا يا اولاد عندنا 2 و4، ركز كده معايا. الشبكه البيانيه معانا اهي، كله ركز. فين 2 و4 يا مستر؟ هنيجي هنا عند الاثنين اهو ونطلع لايه؟ للاربعة. محددها معايا مركز؟ دي ايه؟ كلها كله شايف يا ولاد؟ طلعنا وقفنا عند الاثنين وطلعنا عند مين؟ عند الاربعة. طب النقطة اللي بعدها اللي هي البي 8 و4، نيجي عند الثمانية ونطلع لايه؟ للاربعة. ادي البي. السي 8 و6، نقف عند الثمانية ونطلع لايه؟ للستة. ادي السي. الدي كانت 2 و6، 2 ونطلع للستة هنا، ادي الدي. اي بي سي دي، ده الشكل ده لما نوصله هيكون اسمه ايه؟ مضلع الناتج مستطيل اهو. وصلنا النقط ببعضها، المضلع الناتج اكتب هنا مستطيل. الزوايا بالمضلع، الزوايا الاربع بالمضلع بتكون ايه؟ قائمة، يعني قياس كل زاوية بتكون 90 درجة. طب هنا سي دي بتوازي نقط، السي دي مين اللي قبالها؟ بتوازي مين السي دي؟
بص كده كويس، القطعة سي دي مين اللي قبالها هنا؟ البي ودي من البي وايه بي اي، قطعة مستقيمة بي اي. طب القطعة سي بي دي بتوازي مين؟ الدي اي. طيب هو بيقول لك عمودي على، العلامة دي بص كده اسمها علامة عمودي على، تعرف تقول لي سي بي عمودي على مين؟ سي بي ده عمودي على مين؟ على اي بي. على اي بي، ماشي شاطر. طيب النقطتان نقط ونقط لهم نفس الإحداثي اكس، مين النقطتين اللي هنا نفس الإحداثي اكس؟ الاي والبي. في نقطتين ركز كده، الاكس زي بعضها اللي هو الاولاني، يعني ركز كده الاولاني بيبقى زي الاولاني، الاكس ده الاكس ماشي، مين اللي ليه اكس زيه؟ ها مين في دول؟ السي والسي والبي. يبقى هنا البي وهنا السي. طب ليهم احداثي واي، مين هم واي؟ اللي هو السي والدي. طيب تعال نعمل النقط دي على الشبكه البيانيه، يلا قول لي كده الخمسه واربعه، حدد يلا على الشبكه البيانيه اول نقطه الاي اللي هي خمسه واربعه، حددها فين الخمسه؟ واربعه الخمسه ايه ونطلع للاربعه تبقى هنا. تمام، اكتب اسمها جنبها اللي هي الاي. الاي. طيب النقطه الثانيه اللي هي اف خمسه وثمانيه، خمسه وثمانيه نحقق عند الخمسه ونطلع للثمانيه. ثمانيه نكتب جنبها اف. اف. النقطة اللي بعدها جي، جي اللي هي تسعة وتمانية، نقف عند التسعة ونطلع للتمانية. تمام اكتبها جي كابيتال، اكتب جي كابيتال زي ما هو كاتب. تمام تعال نوصل بقى ده كده كده مثلث، وصل النقط بعضها. مثلث متساوي الساقين، مثلث قائم الزاوية صح؟ تعال نشوف الأضلاع كده، واحد اتنين تلاتة أربعة، أهو الضلع متساوي بعضها، واحد اتنين تلاتة أربعة، شاطر. يبقى مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية، اكتب هنا مثلث، خط جميل كده، نكتب مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين، قائم الزاوية نكتب يا حبايبي يلا مع بعض، مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين، نوعه مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين، نوعه بالنسبة لأطوال أضلاعه متساوي الساقين برضو، متساوي الساقين. هو المفروض نوع المضلع نقول مثلث بس، بس احنا كتبنا جنبه نوعه بالمرة، هو بقى عايز تحت بالتفصيل، يعني المفروض كنا نكتب كلمة مثلث فوق بس ونكتب تحت بقى متساوي الساقين ونقول هنا قائم، بس نبين قائم الزاوية، اكتب قائم الزاوية مفيش مشكلة. يبقى اسم المضلع الناتج أقول مثلث، نوعه إيه بقى؟ بالنسبة لأطوال أضلاعه متساوي الساقين، وبالنسبة لقياسات زواياه قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية. طيب النقطتان نقط ونقط لهما نفس الإحداثي إكس، ها؟ الإحداثي إكس؟ أه، مين في النقط اللي عندك دي؟ اي واف، ليهم الاحداثي اكس، اي واف، شاطر. الاكس يا اولاد اللي هي الاولانيه الخمسه وهنا الخمسه، طب لهم نفس الاحداثي واي يا حبيبي، ها مين في الاختيارات دول ليهم الاحداثي واي زي ما هو؟ الواي اللي هو على ايدك اليمين الثانيه اللي هو الاي والجي. الاي والجي، احسنت. تعالوا نكمل الدرس رقم 9 و10 من الانماط الى النقاط ورسوم بيانيه لمسائل حياتيه. تعالوا نشوف مسائل كده مع بعض، عندك رسمة موجودة، الرسمة دي فيها قطعة مستقيمة، القطعة المستقيمة عليها مجموعة من النقاط، لما وصلناهم بعض طلع معايا قطعة مستقيمة يا أولاد بدايتها من الـ A ونهايتها عند الـ G، عند كل نقطة والإحداثي بتاعها موجود، فبنستنتج قاعدة من الموجود عندنا، يعني مثلا الـ X 2 3 4 5 6 7 8 9، الـ Y هنا 4 6 8 10 12، لاحظ ان الواي ضعف الاكس، يبقى القاعده اللي استنتجناها ان الواي بتساوي 2 اكس، دي القاعده للمساله اللي عندنا المرسومه. طيب تعالوا نشوف تمرين تاني بقى، مرسوم قدامك وعايز تستنتج القاعده، طب هتستنتجها ازاي؟ بسيطه، هتطلع كل شويه الايه الاحداثي بتاع السين والصادي، يعني لما يبقى عندك النقطه الاولى ايه دي؟ الاكس والواي اللي هو الاحداثي، الاحداثي اكس واي. تمام تمام
هو ليه السين والصاد؟ لا انت صح، انت صح، اكس وواي تمام. لا بالعربي بقى كنا بنقولها زمان كده سين وايه وصاد، لكن دلوقتي احنا الوقت اللي هي الاكس وواي. تمام تمام يا حبيبي ماشي. يبقى الاكس والواي دي الاكس اللي هو المحور الافقي بتاع الاكس، والتاني اللي هو الرأسي. انت شايفين يا اولاد على الشمال، انا موضحها اكتر اهو على الشمال، الجدول قدامك اهو. تعالوا نجيب الاحداثيات ونكتبها بتاعت الاكس والواي، ايه رأيك؟ تقدر تقول لي الاكس هنا بكام؟ بص بقى الماوس على ايدك الشمال اهو، الاكس كانت عند 2 وطلعت لكام؟ لأربعة. بس خد بالك النقطة اللي طلعت دي بين الاتنين والصفر، يعني المفروض كانت تبقى عند 1 وتطلع على 4. فاكتب هنا اهوت يلا يا حبيبي 1 وهنا اهو 4. يبقى قم امسك القلم واكتب، كل يكتب معايا يا ولاد. الاكس كانت قيمتها، شايفين الماوس يا ولاد اهو، كانت عند ايه؟ او بلاش ماوس اهي، بايدينا اهو، بص كده على ايدينا اهي، كانت هنا بين الصفر واحد واتنين 1، ايوه، وطلعت لكام؟ للاربعه. أربعة. تمام. طب البي كانت فين وراحت لفين؟ البي اه كانت 2 وطلعت في 8. شاطر، هم كاتبين هنا اهو 2 وتحتها 8، برافو عليك. طيب السي، ها السي ركز كده وقول لاصحابك 3، لانها بين 2 و4، 3 وطلعت لكام؟ 3 وطلعت ل 12. احسنت يا ابني، 12، شطار. طيب النقطة اللي بعدها اللي هي الدي، ها الدي 4 و16. 4 و16، شطور جدع، برافو عليك. اوجد قيمة الاحداثي واي اذا كانت الاكس ب6، الاكس ب6، لو الاكس ب6 ها هتبقى بكام؟ خد بالك بقى دي هنعملها ازاي؟ تعالى نعمل القاعده الاول. تقدر تقول لي قاعده تربط بين اكس وواي؟ يعني الاكس كانت 1 بقت 4، 2 بقت 8، 3 بقت 12، 4 بقت 16. ها بيضرب كل مره في كام؟ في 4. في 4، فهم قالوا القاعده بتاعتي ان الواي بتساوي 4 اكس، دي القاعده بتاعتنا. الواي بتساوي كام؟ 4 ضرب اكس. في 4. ايوه. يبقى قيمة واي إذا كانت الإكس بسكس، لو الإكس بستة، الإكس دي لما تبقى بستة تبقى الواي بكام؟ بستة 24. يبقى لو عملنا في الجدول هنا، كملنا الجدول كده وحطينا 6، تبقى هنا كام؟ 24. دول كاتبين هنا 24، دي الإجابة بتاعتنا. طب أقول لك إكس تبقى بكام لما تبقى الواي ب36؟ الواي ب36، الواي لو كانت ب36 كده في الجدول، عايز أجيب الإكس، تبقى الإكس بكام؟ كم ايوه 9. 9، احسنت، يبقى اجابتك 9. تمام. تعالوا نشوف الصفحه 60. استخدم الازواج المرتبه التاليه لملء الجدول الاتي. تمارين بسيطه خالص يا اولاد. هنا اي نقطه عندك بتبقى الاولى اكس والثانيه واي، ماشي. يلا نحل مع بعض كده. قول لي يا حبيبي الاكس تبقى بكام من اول نقطه عندك، نمليها كده. نبدأ من بالتصاعدي. اليمين ولا من الشمال؟ الإكس هنا 1، واحد، واي ودي بكام؟ 3. الإكس بكام؟ 5. خمسة الواي وسبعة. بكام؟ 7. ماشي. 9 و11. تمام، اكتب يلا. ها 13، 15، 17، 19، 21، 23. تمام. بيقول لي هنا قيمة اكس تزداد بمقدار نقط، الاكس بتزداد بمقدار كم كل مرة؟ كل مرة بيزود كام؟ 2. اكتب 2، شاطر. طيب قيمة واي تزداد بمقدار نقط، الواي كل مرة بيزود كام؟ الواي بيزود كام كل شوية؟ ما تستعجلش، بيزود 4. تمام، لأن التلاتة بقت ايه؟ 7، بقت 11، بقت 15، كل مرة بنجمع ايه؟ 4. إذا كان برضه بنجمع 4، 1 و5. 1 5، الاكس كل مرة بيزود كام؟ 4 برضه. 4، طب اعملها 4، ماشي، صلح. قيمة اكس بتزداد بمقدار 4. فهمت كده؟ يبقى انت لازم تشوف في الجدول الاكس ماشية بيزود كام والواي بكام، ماشي، تركز بقى. طيب إذا كانت قيمة اكس هي الصفر، قيمة اكس كانت بصفر، فإن قيمة واي بتكون بكام؟ تكون ب 4. خد بالك كده يا حبيبي، ركز، لا ركز معايا. الواحد بقى 3، 5 7 9 11. احنا لو حبينا نعمل قاعدة باتنين، لو حبينا نعمل قاعدة بين الاكس والواي، هنلاحظ ان الواي ضعف، يعني بتساوي اكس زائد 2. اكتب ان هو الواي بتساوي اكس زائد 2، الواي بتزيد عن الاكس بمقدار 2. ايوه فهمت كده.
لكن هو يعني هو قال لك هنا الاول ايه، ان اكس بيزيد بمقدار كام، فانا الاكس بيزيد بمقدار 4 تمام. بعد ما الاكس زاد مقدار 4 لقينا ان الواي برضو بيزيد مقدار 4. طب رجع قال لك لو الاكس كانت بصفر تبقى الواي قيمتها بكام. لاحظنا ان الاكس لما تبقى 1 الواي تبقى ب 3، ولما الاكس يبقى 5 الواي تبقى ب 7. ففي علاقه بينهم ايه، ان الواي بيزيد عن الاكس بمقدار 2. فلما الاكس دي تكون بصفر صفر كده فيبقى الواي بكام، هتبقى ب 2 تمام. طب اذا كانت واي ب 12، لو الواي كانت قيمتها ب 12، لو الواي ده هيك ب 12 الاكس كانت تبقى بكام؟ ها الواي حبيبي ركز معايا، لا قصدي 10، تبقى 10 لان هي بتزيد عنها بمقدار 2. فهمتوا يا اولاد؟ طيب اللي بعدها يلا نملى الجدول، امسك القلم، كل يمسك القلم معايا ويحل. مركزين يا اولاد، دي تمارين الكتاب الاضواء صفحه 169، النقط بننقلها. كمل النقط كلها، في مربع انت سبته فاضي لسه 4 و11، اكتب 4 وهنا 11. كتبته؟ لا استنى خلاص انت كتبته، مش مشكله اعمل اي نقطه تاني ماشي اللي عليها يعني ممكن نبدل عادي يعني يا اولاد، مش لازم بالترتيب يعني ماشي؟ يعني لو نسيت حاجه تكملها عادي ما شطبش بقى. طيب اللي بعدها، ايوه شاطر. طيب قيمه اكس تزداد بالمقدار كام؟ الاكس بتزيد الاثنين 2 بقت 3 4 5 6 7، الاكس كل مره بتزيد بايه؟ بواحد ماشي. طب الواي بتزيد بمقدار ايه؟ 5 بقت 8 بقت 11 بقت 14 بقت 17 بقت 20. المفروض تاخد بالك بقى وانت بتكتب ماشي؟ يعني عشان المره دي عشان ما نشطبش بعد كده تاخد بالك. صلحناها يا اولاد، يبقى 2 3 4 5 6 وهنا 5 8 11 14 17 20. الواي بتزيد كل مره بمقدار 3 والاكس بيزيد بمقدار 1. تعالوا نكتب علاقه بين الاكس والواي. هنلاحظ الاثنين بقت 5 نزود 3، التلاته بقت 8 زود 5، الاربعه بقت 11 زود كام؟ زود 7. يبقى الزياده ما هي ثابته. طب نجرب حاجه تانية، 2 في 2 ب 4، 4 و 1 5، 2 في 3 6، 6 ونزود عليها 1 7 مش هتنفع. تعالى نعمل قاعده تانية، 2 في 3 ب 6 ناقص 1 ب 5، 3 في 3 ب 9 ناقص 1 ب 8، 3 في 4 ب 12 ناقص 1 ب 11. يبقى الواي بتساوي 3 في اكس وبعدين بننقص منها 1. القاعده اهي، واي بتساوي 3 اكس ناقص 1. هقول تاني يا حبيبي ركز عشان تفهم، ركزوا يا اولاد. شايفين الجدول اللي قدامنا بعد ما وزعنا الارقام؟ لاحظنا ايه؟ الاتنين بقت 5 ازاي؟ لما اضرب الاكس في 3 تبقى ب 6 ونقص منها 1 تبقى 5. 3 في 3 ب 9 ناقص 1 ب 8، 2 في 3 في 4 ب 12 ناقص 1 ب 11، 3 في 5 ب 15 ناقص 1 ب 14. طيب قيمة اكس لما بتبقى 10، نحط مكان الاكس هنا ب 10 بقى عوض، يبقى 3 في 10 ب 30، 30 ناقص 1 هيعطيك 29. هم كاتبين هنا ايه؟ 29. طب قيمة واي لما تبقى 23 يبقى الاكس بكام ده اهي؟ الواي ده هتبقى 23، يعني لو 23 هتساوي 3 اكس ناقص 1. 3 في كام؟ ناخد منه 1 يديك 23، ال 3 في 8، الاكس ده هيبقى ايه؟ ب 8، نقوم كاتبينها 8 ليه؟ اللي 3 في 8 ب 24 ناقص 1 ب 23. أو تعملها معادلة، إزاي تحل معادلة؟ عكس الطرح جامع، يعني تقول له 23 ده هجمع عليها 1 عكس الطرح ايه؟ جامع. يعني العدد اللي هطرح منه 1 يديه 23 و 24، ال 24 دي 3 في كام؟ في 8، ممكن تبين 8. فهمتها؟ قولها تاني؟ تاني يا اولاد، قيمة اكس لما تبقى 10 الواي تبقى بكام؟ بنعوض مكان الاكس ده اهي ب 10، يبقى 3 في 10 بكام؟ 30 ناقص 1 29، ممكن تبين 29. ده أول سؤال. السؤال التاني بقى، إذا كانت واي ب 23، الواي ده لما تبقى 23 الإكس تبقى بكام؟ هتقوم معوض مكان الواي ده هتعملها معادلة، الواي تحط مكانها 23. بص يا حبيبي، 23 دي بتساوي 3 في كام ناقص 1؟ 3 تتضرب في كام؟ وناخد منها 1 يديك 23، 3 في كام؟ أنا كاتبها أهو، 3 في كام؟ ها؟ 3 في كام؟ 8 في 8، علي صوتك، 3 في كام يا أولاد؟ 3 في 8 ب 24 ناقص 1 بتبقى 23، يبقى القيمة بتاعتنا ب 8. تعالوا نحدد النقط دي على الشبكة البيانية.
ماشي. اول نقطة عندي واحد واتنين، ركز معايا امسك القلم وكله يحل معايا يا ولاد زي زمان. يلا كله يحل، امسك واحد القلم. واحد واتنين، لا كده غلط، بنقف عند الواحد ونطلع عند الاتنين. ايوه دي النقطة. بنوصل كده يعني؟ لا ما نوصلش، انت بتقف بس عند النقطة كده اهو، تقف عند الواحد وتطلع عند الاتنين، يعني دي مش مظبوطة ودي مش مظبوطة. فاهم ازاي بتحدد على الشبكة البيانية؟ بتقف عند الواحد وتطلع لمين؟ الاتنين. طب النقطة اللي بعدها اتنين واربعة، ها وقف عند الاتنين واطلع الاربعة، فين الاتنين؟ ايه؟ ها اطلع عند الاربعة وحط نقطة. يلا خد قلم رصاص وحل بيه. اتنين الاربعة، يلا وقف من اتنين واطلع لكام؟ الاربعة. وصلت؟ اي. طيب النقطة اللي بعدها كام؟ ها اقرأ قدامك اهي، تلاتة وايه؟ وستة. خد تلاتة وست، اقف عند التلاتة واطلع للست. تمام. النقطة اللي بعدها أربعة وبي، يبقى الأربعة توصل لكام؟ أنت عارف القاعدة؟ اتنين في اتنين بيضرب في اتنين، طيب يبقى أربعة هتروح لكام؟ من أربعة لتروح لتمانية. روح لتمانية، شاطر. اكتب يا حبيبي يلا، كله ينقل يا ولاد. أربعة لتمانية، ها اللي بعد. بعد كده خمسة على خمسة هتروح لكام؟ خمسة هتروح لعشرة. خمسة وعشرة، يلا وقف من خمسة اطلع للعشرة، حط نقطة مظبوطة، ما تعملش شرطة، نقطة صغيرة، ما تعملش نقطة كبيرة كده زي الكورة، لا نقطة صغيرة. تمام. طيب اللي بعدها، ها مين هيروح لاتناشر؟ الستة. ستة، نقف يلا من ستة ونطلع لاتناشر، نقطة خفيفة برضو، خفيفة خالص عند الاتناشر. تمام. وصل يلا بالمسطرة من أول البداية لحد النهاية بالقلم الرصاص، وصل، ثبت مسطرتك كده وتعالى من البداية للنهاية، ما تزودش ولا تنقص ولا تزود، بس كده خلاص احنا عملنا الجدول. فهمنا كده؟ تمام. تعالى بقى نقول لي هنا إذا كانت إكس هي عشرة، لما تبقى الإكس دي قيمتها بكام؟ بعشرة. بعشرة. تبقى الواي بكام؟ الواي اللي هنا ها دي عشرة، تبقى الواي بكام؟ عشرين. عشرين، اكتب هنا عشرين في النقط، اكتب رصاص عشرين. شاطر، فهمتوا يا أولاد؟ تعالوا نعمل الجدول اللي بعده ده برضو على الشبكة البيانية. أول نقطة عندي لتلاتة. واحد وتلاتة، يلا اعمل من واحد لتلاتة. أحسنت. ها من اتنين لستة، شايفين اتنين اهي، نطلع للستة. من أربعة لكام بقى؟ الواحد بقى تلاتة، بضرب في تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى نكتب القاعدة هنا يا حبيبي، القاعدة تلاتة في أربعة باتناشر. ماشي، اكتب بس القاعدة معايا كده، قول له إن الواي بتساوي تلاتة إكس، اكتب القاعدة هنا في الحتة الفاضية ده، واي بتساوي تلاتة إكس، اكتب بالرصاص، واي بتساوي، مش واضحة، خد اكتب بالجاف، قول له واي بتساوي تلاتة إكس. جدع، يبقى القاعدة بتاعتنا بنحددها للتمرين إن الواي بتساوي إيه؟ 3 اكس. اكس. تمام. تعالى بقى نقول من واحد لتلاتة عملتها اهي. طب من اتنين لستة اهي. طب من تلاتة لايه؟ لتسعة. تسعة، تلاتة اطلع لتسعة اهي. كمل من اربعة لكام؟ من اربعة لاتناشر. اكتب يلا من اربعة لاتناشر، حددها بالرصاص، اقف من اربعة واطلع لاتناشر. تمام. وضح. وبعدين من خمسة لكام؟ من خمسة، من خمسة في ايه؟ اتنين في خمسة بعشرة. ماشي يلا اكتب بس ان دي احنا في تلاتة، تلاتة في اربعة بايه؟ باتناشر، اكتب هنا اتناشر. وهنا تلاتة في خمسة بكام؟ بخمستاشر. اكتب خمستاشر هنا. ها وكام على تمنتاشر؟ ايه ستة. ماشي اكتب جوا ست. يلا كمل بقى النقط بتاعتك وانت ماشي. ماشي وصل بالمسطرة من بدايتك لنهايتك، ظبط المسطرة مظبوط ووصل. ايوه كل يظبط المسطرة كده ويوصل من النقطة مظبوط، تخلي النقطة فوق المسطرة عشان تيجي عليها مظبوط وتسطر. تمام شاطر. تمام تعال نجاوب بقى السؤال، قيمة اكس هي تسعة فإن واي بكام؟ لما الاكس دي تبقى تسعة، الاكس دي تبقى تسعة، تقوم حاطط تسعة كده، تبقى الواي بكام؟ الواي تبقى 27. اكتب 27. طيب قيمة واي لما تبقى 30، الواي دي ده اهي بيقول لك لما الواي تبقى 30 عشرة. اكتب عشرة، شاطر، عشرة، واكتب هنا 27.
فهمتوا كده في المربع ده؟ 27. شاطر. شوف الصفحة اللي بعدها، شوف السؤال اللي بعده، صفحة 170. يدير كمال شركة نقل ويفكر في زيادة عدد الميكروباصات لديه، إذا كان كل ميكروباص يمكن أن يحمل 15 راكبا بحد أقصى، فاستمر في تكوين النمط داخل الجدول ثم مثل تلك البيانات على المستوى الإحداثي. أقول لك استمر في تكوين النمط داخل الجدول ومثل البيانات في الشبكة البيانية. طيب إجمالي عدد الركاب بمحور إكس، لما يبقى ميكروباص واحد هياخد 15 راكب، تمام؟ طب لو اتنين ميكروباص يبقوا 30 راكب، تلاتة ميكروباص ها كل مرة بنزود 15، يبقى 15 و30 هيبقى 45 راكب. طب لو أربعة ميكروباص هيحتاجوا 60 راكب، لو خمسة ميكروباص هيبقى كام؟ 75 راكب، ستة ميكروباص هيحتاجوا 90 راكب، سبعة ميكروباص هنزود على 90 دول 15 بقى يا ولاد، فيبقى كام؟ 105 راكب، تمام؟ تعالوا نمثل دول على الشبكة البيانية، عدد الركاب أهو. هنا لو حبينا نعمل علاقة بين الواي والإكس، تعالى نعمل علاقة الأول كده بواي وإكس وبعدين نرسم. هنا يا ولاد الواي وهنا الإكس، الإكس ده هو مين؟ عدد الركاب، فتلاحظ إن الإكس بتساوي الواي مضروبة في 15، الإكس بقى المرة دي بتساوي 15 في الواي، تمام كده؟ طيب يبقى عندك هنا لما تيجي تمثلها 15 واحد، فين 15 واحد؟ يلا حبيبي مثلها، تعالى كل يا ولاد يشتغل معايا، فين ال 15 والواحد؟ الشاطر يقول 15 بين 10 وال 20 اهي، 15 واحد اهي، 30 و2 اهي، 45 وايه؟ و3 اهي، شايفين كده؟ اللي بعدها 60 و4، تيجي عند ال 60 وتطلع لايه؟ ل4، 75 وكام؟ و5، هو هنا؟ اهي 75، يعني بين السبعين والتمانين اهو 75، تطلع للخمسة، تقوم حاطط نقطة كده، 90 و6، 90 وطالع للست، 105، 105 اهي تطلع لكام؟ لسبعة اهي، تقوم جايب المسطرة وموصل الخط بتاعك، فهمنا؟ الدرس رقم 11 بيتكلم عن تفسير رسوم بيانية من الحياة اليومية. هيجي لك رسمة ونفسر الرسمة ونشرحها مع بعض، زي سؤال استكشف اللي قدامنا، بيقول لي سجل حسام كل من حسام وأيمن عدد الكيلومترات التي يركضناها ويوضح الرسم البياني إجمالي المسافات التي ركضها كل منهما، ما القاعدة التي تصف إجمالي المسافة التي ركضها حسام مقارنة بإجمالي عدد الأيام التي ركضها؟ لاحظ معايا كده، هنا حسام اللي هو اللون ايه؟ الازرق، وايمن اللي هو اللون ايه؟ الاحمر. في اليوم الاول حسام ركض تلت ايه؟ ركضات. في اليوم الثاني هنا الاكس اللي هي بتمثل عدد الايام، وهنا عدد ايه؟ كيلومترات. طيب ركض كام كيلو او جرى كام كيلو مثلا؟ عدد الكيلومترات التي ركضناها، يعني الكيلومترات مثلا كان بيجروا الاثنين وبتسابقوا مثلا، فحسام خلال اليوم الاول جرى كام؟ 3 كيلو، او ركض 3 كيلو، ماشي فاهم؟ طب اليوم الثاني 6 كيلو، اليوم الثالث 9 كيلو، اليوم الرابع 12 كيلو، اليوم الخامس ها وهكذا، اهو معانا في الخط يا ولاد، الخامس 15 كيلو متر، اليوم السادس 18 كيلو متر. هو عايز بقى ما القاعده التي تصف الاجمالي، فهنعمل قاعده بين الاكس والواي. يعني انا عندي اول حاجة، عندي اول وحاء الواحد، اول نقطة يعني واحد وكام؟ وتلاتة. تاني العدد اللي بعديه، الزوج اللي بعديه، ده بيتكلم عن النسبة لايه؟ لحسام، 2 و6 اهو. لاحظ ان كل مرة بنضرب الاكس في ايه؟ في تلاتة، فاهمين؟ طب اللي بعدها نتأكد كده، الـ4 و12 اهو. يبقى انت بتجيب مجموعة من النقط وبتشوف القاعدة عندك ايه؟ ايه اللي حصل؟ النقطة بتبقى اكس وواي، ايه اللي حصل للاكس؟ اتضربت في تلاتة عشان تديك واي. يبقى الواي بتساوي 3x، يبقى دي القاعده اللي احنا بنشتغل بيها في حل المساله بتاعت مين؟ بتصف مين؟ بتصف حسام. طب القاعده التي تصف ايمن بقى، تعال نشوف ايمن كده، نعمل ازواج مرتبه لايمن. اول قاعده عندي هنا واحد وكام بالنسبه لايمن؟ واحد واتنين، اتنين واربعه ها عرفتها، تلاته وسته،
عرفت القاعدة؟ قول بقى بنعمل ايه هنا؟ بنضرب في 2. يبقى ايوه برافو عليك، يبقى الواي تساوي 2 اكس. تفسير الرسوم البيانية، تعالوا نشوف التفسير للرسوم البيانية يا اولاد مع بعض. تفسير عندنا مسألة والتفسير بتاعها موجود، المسألة هي الشرح بتاعها موجود بالحل. طيب تعالى نقرأ كده المسألة ونفهمها مع بعض. قول لي غادر تامر منزله في الساعة 7 صباحا، تمام؟ بدأ يغادر الساعة كام؟ 7 الصبح في رحلة على دراجته، وكان يسجل عدد الكيلومترات التي قطعها بالدراجة في نهاية كل ساعة على الشبكة، ومن شبكة الإحداثيات نجد أن ماذا يمثل الزوج المرتب 10 صباحا و 14؟ الزوج المرتب 10 صباحا فين؟ أهو و 14، ها؟ يعني الساعة 10 الصبح كان مشى مسافة إيه؟ 14 كيلومتر، ومشى طالع بالعجلة الساعة 7 الصبح من بيته، ماشي تمام؟ طيب هو الساعة كام؟ الساعة 10 و 14 دقيقة، دي معناها إيه؟ ها؟ من الساعة 10 صباحا، يعني من الساعة 7 للساعة 10، الساعة 7 اللي هو خرج فيها للساعة 10 مشى كام كيلو؟ 14 كيلو، فهمتوا؟ طيب هنا دي أسئلة بقى على الرسمة، بيقول لي حتى الساعة 10 صباحا انقطع مسافة 14 كيلو، ده التفسير يعني تفسير وكاتب حيلك الحل أهو. طب ماذا تمثل كل شرطة على محور واي؟ محور واي كل شرطة تمثل عدد إيه؟ الكيلومترات، أو كل شرطة بتمثل 2 كيلو، الشرطة دي 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، كل مرة بنزود 2 كيلو. يبقى تمثل كل شرطة كام كيلو؟ ها؟ 2 كيلو متر. طب ماذا تمثل الفترة من 10 صباحا إلى 11 صباحا؟ من 10 إلى 11 صباحا. لاحظ إن 10 إلى 11 كان بيستريح، ده الخط الأفقي ده معناه الجسم توقف عن الحركة، ما عادش بيتحرك. كان ماشي بالعجلة أهو، ماشي 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 وبعدين وقف شوية، الخط ده معناه إن هو بيستريح الفترة دي، راحة. تمام؟ يبقى هنا تمثل فترة الصراحة، لأن تامر لم يسجل أي مسافة مقطوعة خلال تلك الفترة من الساعة 10 إلى 11، كان في إيه؟ واخد ريست يرتاح من الطريق. طيب بعد كده السؤال اللي بعده، أيهما أكبر، المسافة التي قطعها تامر قبل فترة الاستراحة قبل ما يستريح، المسافة اللي مشاها كانت هنا أكتر، ولا المسافة اللي بعد فترة الاستراحة؟ طيب المسافة روح كده كده، المسافة اللي قطعها هنا أكتر، لهنا مشى كام إيه؟ كام كيلو؟ مشى من 4 ل 10، مشى هنا 6 كيلو، ومن 10 ل 14 مشى 4 كيلو، يعني مشى هنا كام؟ 10 كيلو، فاهمين؟ في الفترة قبل ما يدخل فترة الراحة دي. رجع بعدها بقى مشى هنا كام كيلو؟ ها؟ بعد ما استريح مشى هنا إيه؟ من 14 ل 16، يعني 2 كيلو، شايف الرسمة؟ تعالى كده وركز، ركزوا عليها عشان المسائل دي مهمة جدا. بص يا حبيبي، الساعة يعني من 11 للساعة 12 مشى 2 كيلو، لأن كان بادئ من كيلو 14 لكيلو 16، وبعد كده هنا مشى من 16 لحد إيه؟ 20، مشى كام؟ 4 كيلو، يبقى الفترة بعد الاستراحة 2 و4 6، الإجمالي 6 كيلو مشاهم، صح؟ وقبل الاستراحة مشى 10 كيلو، تمام؟ يبقى الفترة الأكبر قبل الاستراحة ولا بعد الاستراحة؟ الفترة اللي هي قبل إيه؟ قبل الاستراحة هي الأكتر، تمام؟ طيب سؤال تاني، ما الوقتان اللذان انقطع بينهما تامر 4 كيلو متر؟ موجودة احنا جبناها يا مستر، الوقتين امتى؟ من الساعة دي 10 كيلو متر، في من الساعة 7 للساعة 10، ومن الساعة لا استنى بص كده تاني، هو بيقول لي بص يا حبيبي افهم، هو عايز يعرف التوقيت اللي قطع فيه مسافة 4 كيلو متر. السؤال هو ما الوقتان الذي قطع بينهما مسافة 4 كيلو؟ في وقتين مشى فيهم 4 كيلو، هذا الوقت اللي مشى فيه 4 كيلو من أول الساعة كام؟ 9 ل 10 لحد الساعة 10، ومشى 4 كيلو كمان من أول الساعة 12 لحد الساعة كام؟ لحد الساعة 1، لحد الساعة إيه؟ 1 مثلا. مش فاهم السؤال، فهمتها دلوقتي؟ طيب أي فترة أي فترة قاد تامر دراجته بأقصى سرعة؟ إيه الفترة اللي كان ماشي بأقصى سرعة؟ من الساعة كام لكام ماشي بأقصى سرعة؟ يعني أقصى سرعة مشى بخط منتظم كده كيلوات كتير، ها؟ الفترة من أول فين لفين؟ من الساعة 8 لحد الساعة 9، دي اللي مشى فيها إيه؟ 6 كيلو، لكن هنا مشى 4 كيلو، هنا مشى 2 كيلو، مشى 4 كيلو، يبقى الفترة التي قاد فيها تامر دراجته بأقصى سرعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة إيه؟
9 كان نشيط بقى لسه الصبح، 8 ايه؟ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 صباحا، لأنه قطع مسافة 6 كيلو متر. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ما إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها تامر خلال الرحلة؟ هنقول جامعين بقى ال 6 كيلو وال 4 كيلو وال 2 كيلو وال 4 كيلو. 6 10 و6 16. ها؟ يبقى المسافة اللي مشاها قد إيه؟ عدد الكيلومترات قطعها خلال الرحلة؟ 16. أجمع الأربعة اللي عندي. 6 10. هو كان بادئ من الساعة كام؟ 7. 7. طب اجمع كده 4 و6 و2 و4، اجمع كده 6 و4 10 و2 12 و4 16، لسه في كمان 4 كيلو لانه كان بادئ من الساعة ايه؟ 7. الساعة كام؟ 7. ركز كده، دي كانت الساعة 8 وهنا 9 10، طب فين الساعة 7؟ هنا اللي هي بادئ الساعة اللحظة اللي انطلق فيها. طب من هنا مشى لهنا كام كيلو؟ 4. 4 كيلو، يبقى 4 كمان هنضيفهم، 4 و6 10 و4 14 و2 16 24، يبقى الإجمالي كله 20 كيلو متر.